قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي ما هي إلا أسماء. إن هي الضمير يعود إلى الأصنام، فهذه الأصنام هم الذين جعلوها معبودات من دون الله عز وجل من تلقاء أنفسهم وتقليدا لآبائهم. فقوله إن هي إلا أسماء سميتموها، والتعبير عنها بأنها أسماء بمعنى أنها مجرد أسماء لا حقائق لها ولا وجود لها، وفي هذا تقليد للأمم السابقة. ولذا قال هود عليه الصلاة والسلام: قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ولذا أخذ عز وجل العهد والميثاق على بني آدم بما جاب لهم عليه من الفطرة السليمة أن يعبدوه، ومع هذه الفطرة نصب لهم الدلائل والعلامات على وجوده جل وعلا. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا أن تقولوا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومن ثم يظهر خطر تعظيم الأكابر إذا كانوا على الباطل، فتقليد الآباء والأجداد الذين هم على ضلال تقليدهم من أعظم المخاطر. ولذا قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لكن لو عظم الأكابر وقلدوا وهم على الحق ففي هذا خير عظيم. ولذا ذكرهم عز وجل بأن أباهم الأكبر وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ملة التوحيد: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولذا قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، الآية.